حيث المدى تاها رسمت متاهات الرمز معناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشفرة والفكر مغزاها أوجب لها حلا واكشف خباياها تحظى بجائزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جمهورنا العزيز، جمهور قناة فور شباب، حياكم الله ويتواصل اللقاء فيكم ويتجدد عبر برنامج البوصلة اللي يتواصل معاكم يوميا الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة إلى الساعة 2. فالساعة هذه راح نحظى بشرف التواصل معكم على الهواء مباشرة على قناة فور شباب 1 فور شباب 2. برنامج البوصلة برنامج مسابقات إن شاء الله يكون خفيف وبسيط عليكم، وإن شاء الله الكل يكون رابح معانا اليوم إن شاء الله. طبعاً برنامج البوصلة بطل البرنامج هو الأخ جمجمة اللي قاعد على اليسار في الاستوديو، هو البطل، هو اللي جالس لنا وعالق في حلوقنا. هذه الجمجمة لا طلعت لأحد المتصلين معناته أنه أوت، وإذا ما طلعت إن شاء الله أمور طيبة، مجال مفتوح أمامكم إن شاء الله للربح معنا والمشاركة، وإن شاء الله الكنز اللي تشوفونه على اليمين اللي يلمع ويلق إن شاء الله يكون من حظكم إن شاء الله ومن نصيبكم. والأرقام طبعاً التواصل المباشرة موجودة في أسفل الشاشة، من داخل السعودية 7301081، من جميع أنحاء العالم 00888169008096. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. ناخذ اول اتصال، غايه من الامارات او من عمان. الو، من عمان، اهلا وسهلا. الو، يلا حيه. اهلين، اسمعينا من التلفون يا غايه. اوكي، كيف الحال؟ الحمد لله. يلا جاهزه للبوصله؟ هي جاهزه. شوفيها في الشاشه قدامك وهذه الجهات، واختاري يا غايه. انا من الامارات. من الإمارات، قايل لكم من الإمارات، من رأس الخيمة صح؟ خير. إيه، عارف أنا، بس إنه الظاهر خطأ في الكنترول، لكن ما علينا. غاية من الإمارات والبوصلة قدامك يا غاية. غرب. تبين الغرب يا غاية؟ ولا يهمك. ليش اخترت الغرب؟ ما أدري. شي صدفة ها؟ إيه. بتشوفين حظك في الغرب إن شاء الله. ودك بالجمجمة ولا بالكنز؟ لا الكنز. الكنز، ليش ما تبين الجمجمة؟ حرام عليك، مو زينة الجمجمة؟ لا مو حلوة. مو حلوة، طيب نروح الغرب وإن شاء الله يكون شيء حلو وما تكون جمجمة يا غاية. يلا نشوف الغرب. والله حلو، سلم وثعبان يا غاية. وأنا أتذكر ما شاء الله عليك ثقافتك إن شاء الله تكون ممتازة. وهذا السؤال الأول يقول: مهنة قديمة امتهنها كثير من الأنبياء، حداد، مهنة الحداد أو الحدادة، نجار أم راعي يا ثلاثة. غاية شو؟ ثلاثة. جواب نهائي؟ خير. بسم الله، ثبتوا الغاية، جواب رقم ثلاثة. خلينا نشوف هل يكون إجابة صحيحة ولا إجابة خاطئة. هذا اللي إجابتك صحيحة يا غاية، ولا يوقف يا غاية، وإن شاء الله الجواب الثاني بيكون صح. يلا يا غاية، يلا، هذا الشباب قاعد يشجعونك يا غاية. ما أقدم دولة تنتج البخور واللبان في العالم؟ السؤال صعب. ما يخالف، إن شاء الله بتجيبينه. الخيار الأول، هل هي المغرب أم الصومال أم إسبانيا يا غاية؟ المغرب. أكيد إن شاء الله؟ ما أعرف، ساعدني. هم يعني هي دولة، ها؟ هي دولة يعني، الله يعينهم إن شاء الله ويفرج عنهم كربتهم. مين؟ الصومال؟ خير. ثبتوا الصومال، مو المغرب؟ لا لا. أكيد؟ أكيد. شوفي اللوحة، تصعدين فوق يا غاية ولا تنزلين تحت؟ هذا ما سوف نعرفه بعد الآن.
ألف مبروك يا غاية، وإجابة صحيحة ومئتين ريال ودخلت السحب يا غاية. ألف 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 مبروك عليك يا غاية. إذا الحمد لله بداية خير إن شاء الله، وأول اتصال إجابة صحيحة، هذا اللي نبيه. الحمد لله الجمجمة بعيدة مننا للحين. ألف مبروك عليك يا غاية. معنا اتصال، خلنا نذكر بأرقام بس بشكل سريع. من داخل السعودية 7-3-0-1-0-8-1، ومن جميع أنحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-9-0-0-8-9-6. هذه أرقام اللي تخليكم تتواصلون معنا مباشرة وتجربون حظكم معنا، وإن شاء الله يكون حظكم سعيد. نروح للسعودية ونقول ألو يا مها. ألو، كيف حالك يا مها؟ الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من السعودية؟ من جدة. أهلا وسهلا بأهل جدة. البوصلة قدامك، عارفة طريقة البرنامج صح؟ أيوة. يلا شوفي حظك يا مها. مها كم عمرك؟ كم عمرك؟ 14 15 15. ما شاء الله العمر كله. قدامك الجهات، أي جهة يا مها؟ جنوب. بسم الله جنوب. إيه. يلا نروح الجنوب. شوف حظ مها معنا إن شاء الله اليوم يكون حلو على الراحة. كنترولنا قاعد يدور الجهة، إن شاء الله بيلقاها. ها يا جماعة بشروا، ساعدني إن شاء الله بنساعدك في الجهة. هنحاول الحين نختار الجهة الصحيحة بأسرع وقت. طيب أوكي على راحتكم. مها، ها تساعدين أهلك في المطبخ ولا؟ إيوة ساعدها. يعني تطبخين؟ ممكن تسوين طبخة؟ إيوة. مثل إيش؟ سمبوسة وأكلات كثيرة. الله، سمبوسة بإيش؟ خضار ولا دجاج ولا؟ الجبنة واللحم. الله حركات. وإيش بعد غير سمبوسة؟ أشياء كثيرة. أنت تقلينها بنفسك؟ إيوة. ما تخافين من الزيت أو يحرقك أو شيء؟ ما تخافين صح؟ إيه ما خاف. إذا انتبهي، بس أنت أهم شيء انتبهي من الزيت ومن حرارته. إن شاء الله ربي يحفظك. والبوصلة قدامك، بما أنك تساعدين أهلك لازم حنا برضو نساعدك. هذه البوصلة قدامك، اختاري. تبين نفس الجهة؟ ايوه. الجنوب. خل نروح المها ونشوف الجنوب. الله يستر. اوه شفرة يا مها. مها استسمعيني من السماعة تلفون؟ ايوه. ايوه عشان بسرعة، عشان الوقت نجيب الشفرة بسرعة. صور المنشدين قدامك في الشاشة، تحفظين الرموز مع الصور. طيب؟ طيب. بسم الله. سمير بشيري موجب، سامي يوسف ماينس، عبد القادر القوزع مربع، نجم العرادة، دائرة الفوزان، أربع نقاط أيمن رمضان، يساوي أمين حميم، ديل يحيى حوا، مثلث الحمود الخضر. جاهزة؟ أيوة. يا مها لا تسمعي، دقيقة بس شوي، لا تسمعين التلفزيون، قصري اسمعيني بالسماعة عشان الوقت. طيب يلا. يلا بسم الله. سامي يوسف. ايوه. مها. ساعدني انت، ساعديني لو تقصري التلفزيون بس عشان اقدر اساعدك. انا قاعد اسمع صوت التلفزيون، مشكله التلفزيون ياخر الوقت. عبد المجيد فوزان دائره. مها للاسف للاسف ان الوقت انتهى يا مها، وهذه مشكله الشفره انها تحتاج سرعه مرة كبيرة. لكن إن شاء الله بما أنك سويتي سمبوسة لأهلك، إن شاء الله تحاولين مرة ثانية، وإحنا نسوي لك سمبوسة بالبوصلة وطلع لك كنز إن شاء الله، مليان سمبوسة إن شاء الله يا رب. تستاهلين. حاولي مرة ثانية مها، وخلينا نروح عمان ونرجع. رحمة. ألو السلام عليكم. عليكم السلام يا رحمة. كيفك؟ تمام. كيف الحال يا رحمة؟ الحمد لله بخير. جاهزة للبوصلة؟ أيوة. ومتحمسة؟ إن شاء الله. بسم الله. هذه البوصلة قدامك، اختاري جهتك. غرب. الغرب. نروح الغرب، نروح الغرب ونشوف. برضو شفرة، شفرة اليوم مرة قاعدة. يلا يا رحمة. يلا
هذا الوقت بدأ وهذه الصور قدامك في الشاشة. بسم الله. عبد العزيز عبد الغني مربع، يحيى حوا ماينس، ديل أيمن رمضان مثلث الكندري، دائرة أسامة الصافي، ساوي لمحمد، نجمة لأبو راتب، موجب للمقرن، أربع نقاط للسعيد. يلا بدأ الوقت يا رحمة. إبراهيم السعيد مربع أربع نقاط. طيب يحيى حوا ماينس ناقص. عادل كندري مثلث. محمد جبالي ساوي. أيمن رمضان دي. الله عليك الله عليك يا رحمة، جبتي أربع أسماء صح، معناته 200 ريال لك ودخول للسحب وجبتي الشفرة يا رحمة. عقبال إن شاء الله مها ما تحاول من جدة مرة ثانية، وإن شاء الله تكون فايزة مثلها مثل رحمة. يعطيك العافية يا رحمة. نرجع للسعودية ونقول ألو يا روان. ألو كيف الحال؟ الحمد لله بخير. من وين تكلمينا؟ ينبع. أهلا وسهلا بأهل ينبع البحر. جاهزة للبوصلة؟ إن شاء الله. قدامك في الشاشة بوصلة تنتظرك، تختارين جهتك يا روان. الشرق. خل نروح للشرق ونشوف حظ روان، ان شاء الله يكون حلو وما يكون. لا روان للاسف طلعت الجمجمه. دينجر دينجر. بعد ايش؟ بعد ما طلعت حظ اوفر يا روان، وان شاء الله تحاولين مره ثانيه وتسم لك الحظ وما تكون جمجمه. ناخذ اتصال، مين معانا؟ طيب خلونا نذكر بس قبل اتصالنا هذا بانه الاس ام اس للي ما حالف الحظ انه يشبك مع الخط او يجرب الاس ام اس 24 ساعه طوال اليوم، ترسل في الشريط الاحمر اللي في اسفل الشاشه في ارقام الخاصه بكل بلد وايضا شركه اتصالات، تختارون الرقم ترسلون سياره او كار او بوصله على الارقام الخاصه ببلدكم وان شاء الله تدخلون معنا السحب. نروح الامارات. مرحبا يا سيف. مرحبتين. مرحبا الساعش، حالك يا سيف؟ بخير الحمد لله. من اي اماره طويل العمر؟ ابو ظبي. يا هلا باهل ابو ظبي، يا هلا يا هلا. في كنز ترى راح ابو ظبي، صار ابو ظبي البارح الظاهر. تدري ولا ما تدري يا سيف؟ هي ادري. اي حلو، خلاص نباك تاخذ الكنز الثاني ان شاء الله. يلا قدها وقدود، هذه البوصلة قدامك في الشاشة، اختار جهتك وشوف حظك. ما فيها لا شفرة ولا جمجمة، أحلى بوصلة هذه. يلا يا سيف. الشمال. وين؟ الشمال. الشمال ونشوف حظ هالإمارات ويانا. سلم وثعبان يا سيف، سؤالين إن شاء الله حتجاوب عليهم. السؤال الأول يقول يا سيف، كم مرة تطرف العين في الدقيقة أو ترمش أو المهم تتحرك يعني كذا تسكر وتفتح؟ 30 مرة، 25 مرة، 35 مرة. ساعدنا شوية يعني، خليك أنت، هي ترى مو كثير مو وايد يعني، ما تطرف وايد. 25. 25 مرة في الدقيقة. الله يهديك يا سيف. 30. ثبت ثبت اثنين. ثبت 30. لا 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 ثبت اثنين، ما في 30. خلاص احنا اجابتنا واحده. ثبت ثبت. نشوف كم مره تطرف. فعلا اجابتك صحيحه يا سيف، و25 مره. الف مبروك عليك، ضمنت الحين السحب، اخذت نص المبلغ. نبى باقي المبلغ يا سيف. أين ولد العلامة ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع يا سيف؟ في تونس أم في الجزائر أم في اليمن يا سيف؟ يلا يا سيف الوقت يمشي. تونس. 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 نثبت؟ باقي عشر ثواني. ثبتنا؟
يلا نثبت. شوف تونس صح يا شيخ ولا مو صح؟ انت عموما ضمنت السحب واجابتك صحيحه واخذت الـ200. ما شاء الله عليك يا سيف، فعلا في تونس واجابتك صحيحه يا سيف من الامارات. يا هلا ويا مسهلا باتصالك وفيك، اهلا وسهلا. يلا ان شاء الله باقي الكنز يا جماعه، الكنز ينتظر. منو بياخذ الكنز؟ بنشوف الكنز وين يصير. نرجع للسعوديه ونقول الو يا احمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد، كيف حالك؟ الله يسلمك، انت شلونك؟ من وين تكلمنا؟ من مكه. من مكه، اهلا وسهلا باهل مكه. انت شاركت من قبل؟ ايه. وفزت ولا ما فزت؟ ايه اللي فزت. مره ثانيه اذكرني. البوصله قدامك وان شاء الله حتفوز. يلا يا احمد اختر جهتك. الشمال الشرقي. الشمال الشرقي يا احمد، شكلك شام ريحه الكنز في الشمال الشرقي صح؟ يلا لوحه مخفيه يا احمد، قدامك صوره في الشاشه ومربعات قدام الصوره، 15 ثانيه عباره عن طائر جميل شكله حلو كذا الوان. طاووس. طاووس، ثبت اجابتك صحيحه يا احمد. طاووس، 219 ريال ضمنت الدخول للسحب يا حماده من مكه. الف الف مبروك عليك يا بطل، اجابتك صحيحه وفاز للمره الثانيه احمد، الف مبروك عليه ويستاهل كل خير. ونروح لابراهيم من السعوديه. الو. هلا يا ابراهيم. تمام، شلونك؟ طيب. من وين تكلمنا؟ من الجوف. يا هلا والله باهل الشمال، شاركت معنا من قبل؟ اي. وش صار بشر؟ فزت بالكنز. اقعد بل ما شاء الله عليك، كنز كذا على طول؟ اي ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش رايك تاخذ كنز ثاني؟ ان شاء الله. قدامك البوصله وابغاك تجيب، انت عندك خبره في الكنوز. يلا يلا يا ابراهيم، العيدية العيدية، باقي ثلاث اتجاهات، شمال غرب جنوب غرب جنوب شرق. يلا يا برهوم قدها قدها. شمال غرب. شمال غرب، الروح شمال غرب. هل يحرز الكنز الثاني ابراهيم؟ سلم وثعبان. يلا يلا يا ابراهيم جاوب صح ان شاء الله وتاخذ المبلغ إن شاء الله. السؤال الأول، كم عدد الأنبياء المجموع؟ 128,000 أم 5,000 أم 124,000؟ 5,000. تأكد تأكد يا برهوم. 124,000. نثبت؟ نثبت حتى لو كان غلط صح؟ ان شاء الله. ان شاء الله غلط. طيب ان شاء الله صح. ان شاء الله صح، ان شاء الله صح، بس هي طلع غلط لا تزعل يا ابراهيم. طيب ان شاء الله، انت اخذت كنز من قبل فلا تزعل. يلا احمد ربك، السؤال الجاي بتعد ال 124,000. الف مبروك يا برهوم، اجابتك صحيحه، ضمنت المبلغ او نصف المبلغ والسحب. تجيب السؤال الثاني؟ إن شاء الله. يلا، بماذا تسمى مدة أو فترة 100 سنة؟ الجيل أم العقد ولا القرن؟ القرن. الجواب الثالث. كيف عرفت؟ كيف عرفت يا إبراهيم؟ أذكرها من درس الرياضيات. يا سلام علي، ينتبه في الحصة بس. ها نثبت؟ ثبت. طيب نثبت ونشوف هل القرن إجابة صحيحة ولا لا. إجابتك صحيحة يا إبراهيم، ما شاء الله عليك، جبت المبلغ كامل، دخلت السحب، ألف مبروك عليك يا إبراهيم، تستاهل ما شاء الله عليك. فزت من قبل بكنز والحين فزت بالسلم والثعبان بمبلغ السؤال بالكامل ودخلت السحب، ألف مبروك عليك. والسعودية
خيرية. ألو. أهلا يا خيرية. أهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. جاهزة؟ أي جاهزة. أنت قريبة جدا من الكنز ترى. إن شاء الله. أي فيعني هذه البوصلة قدامك وأنت والبوصلة تتفاهمون. عندك جهتين جنوب شرق وجنوب غرب، في واحدة منهم كنز، واحدة منهم لوحة مخفية. كلهم حلوين بس الكنز والله أحلى. جنوب شرق. جنوب شرق، هل يكون الكنز بجانب الجمجمة؟ لا 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 لا. الكنز يا خيرية، ألف مبروك عليك الكنز و300 ريال ودخول للسحب يا خيرية، تستاهلين، ألف مبروك عليك، ما شاء الله تبارك الله، أول كنز طار للسعودية، ألف مبروك يا خيرية وتستاهلين كل خير يا خيرية، ألف مبروك عليك. نذكركم أعزائي المشاهدين اللي حاب يجرب حظه ما عليه سوى الاتصال على الأرقام اللي تبين في الشاشة، إذا كان من داخل السعودية فيتصل على 730-1081، وإن كان خارج السعودية فيتصل على 00-8821-690-00-896. هذه الأرقام تتيح لكم التواصل مباشرة مع برنامجنا واختيار جهة في البوصلة، وانتم حظكم، هل يكون حظكم مثل خيرية ولا مثل مها ولا مثل عاد، هذا حظوظ، وان شاء الله بإذن الله الكل يكون فايز معنا واحد يخسر معنا، ان شاء الله الجمجمة تبعد عن طريقنا ان شاء الله يا رب. خلونا نروح نسافر مع بعض لعمان ونشوف مين معانا. عبد الحميد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا عبد الحميد، حي الله العمان. شلونك؟ الحمد لله. الصوت نازل عندي كأنك فيك نوم عبد الحميد. ما نايم. ما نمت زين؟ زين. طيب اسمعني، بعطيك لوحة مخفية زين؟ وابغاك تعرف الصورة. لوحة مخفية. بما انك ما نمت يعني صعبة الشفرة وصعبة. نعطيك لوحة مخفية. مع انه المفروض ما نمت هيكل عظمي بس او جمجمة عشان تنام على طول. لكن بنعطيك لوحة مخفية. يلا. بسم الله، هذه اللوحة المخفية قدامك جنوب غربي، اختاروا عبد الحميد جنوب غربي، أنا بختار عنك بما أنك ما نمت كويس. لوحة مخفية، صورة وراء المربعات. عبد الحميد لا يكون نمت. نعم. أوكي، في صورة وراء المربعات نبغاك تعرفها بأسرع وقت، هو حيوان مفترس إذا طبق عليك كذا بالفم انتهى الموضوع. حرف ال تم، حرف التم. انشق فمه وهو فاتحه. عبد الحميد. تمساح. اجابتك صحيحه الحمد لله عبد الحميد. اذا الف مبروك 162 ونوم العوافي عبد الحميد، انت فزت وتاهلت للسحب، الف مبروك عليك يا عبد الحميد، 162 ريال ودخولك للسحب، تستاهل كل خير، الف مبروك عليك يا عبد الحميد. واهل عمان طبعا من اول ما بدا برنامجنا من تاريخ 1 رمضان وهم ما شاء الله عليهم يعني حماس جدا جدا كبير، عشان كذا انا كنت اتوقع انه احتمال فوز اهل عمان بالسياره احتمال كبير، ولكن السعوديه برضو عندنا عدد كبير دخل السحب من السعوديه، فهذا الله اعلم، هذا ما نعرفه اخر رمضان باذن الله تعالى. معنا زيدان. السلام عليكم. عليكم السلام يا زيدان، كيف حالك؟ تمام، ايش اخبارك انت؟ الحمد لله طيب. تكلمنا من مكة ولا من جدة ولا من مدينة؟ من مكة. من مكة، اهلا باهل مكة. يلا يا زيدان، هذه اول مشاركة لك؟ ايوه. نبغاها فوز ان شاء الله. يلا يا زيدان، قدامك البوصلة، بوصلة جديدة لزيدان، فيها كنز، فيها جمجمة جدا جدا مميزة. شمال الشرقي. يلا ان شاء الله بس يضبط الخط والاتصال كأنه قاعد يوشوش، لكن ان شاء الله تكون فايز تاخذ الكنز وتمشي سلم وتعبان. زيدان. زيزو. انت معنا يا زيزو؟ يلا يا زيدان، السؤال الاول يقول اين يتم هضم المواد الكربوهيدراتية؟ الخيارات في المعدة
أم في الفم أم في المريء؟ ما عمرك شفت مواد كربوهيدراتية وهي تنهضم؟ وين كانت تنهضم؟ هل في المعدة؟ ما لهم فائدة؟ والله المشكلة أنا ما عمري شفت المواد الكربوهيدراتية. طيب أنت إيش تتوقع؟ وين تنهضم؟ المريء. في المريء؟ لا لا في المعدة في المعدة. في المعدة؟ في المعدة. غير طيب زين زيدان. بسرعة بسرعة. طيب أيوة أيوة أيوة. طيب طيب ثبت ثبت معدة. يا حبيبي يا زيزو شوف اللوحة لأنه الوقت انتهى الظاهر وانت ما جاوبت يا زيدان عندك فرصة واحدة الحين يا زيزو لازم تجيبها في المرمى إن شاء الله حتجيبها؟ إيوه إن شاء الله من هي المجادلة؟ زين؟ طيب أعطيني مساعدة حبيبي الخيار الأول خولة بنت ثعلبة أم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أم الرميصاء رقم واحد أكيد إيوه خولة بنت ثعلبة كيف عرفت إيوه إيوه أكيد كيف عرفت يا زيدان ها من اللي قال لك كيف عرفت أبويا ساعدني أبوك خلاص إذا الوالد قال ما نقدر نقول شيء ثبتوا الإجابة والحمد لله الوالد فوزك يا زيدان فضل الله ألف مبروك ألف مبروك يا زيزو دخلت السحب ومئة ريال سلام للوالد يعطيكم العافية وألف مبروك عليكم يا زيدان وابو زيدان معانا روان من السعودية ألو يا روان روان حن أنت على الهوى يا روان اوكي قطع الخط يا روان انت كنتي على الهواء حاولي مره ثانيه وان شاء الله تصيرين على الهواء وتعرفين انك في الهواء وما تضيع عليك الفرصه وتشاركين وتفوزين معنا اتصال ثاني على بال ما يجي الاتصال الثاني نذكر بارقامنا 7-3-0-1-0-8-1 من داخل السعوديه ومن جميع انحاء العالم 0-2-2-1-6-9-0-0-8-9-6 هذه ارقام التواصل مباشرة مع برنامج البوصلة واختيار جهة ومعرفة الحظ ونرجع لعمان ونقول ألو يا مريم السلام عليكم عليكم السلام يا مريم ايش حالك الحمد لله بخير يالله تحييه الحمد لله بخير جاهزة للبوصلة أيوة بسم الله هذه البوصلة يا مريم بكنزها وبجمجمتها وبكلها لحظة الغرب الغرب يلا يا مريم نروح الغرب ونشوف حظ مريم معنا من عمان الشفرة يا مريم عارف الطريقة انت طبعا اكيد ايوه وحتجيبينها باذن الله لانك تسمعينها من السماعة واضح انك سريعة ما شاء الله عليك بدأ الوقت يا مريم بسم الله عبد الفتاح وينات دائرة عبد القادر قوزع مربع نجمة الخضر دي سامي يوسف موجب أسامة سلمان يساوي عبد الغني ماينس سمير بشيري مثلث المحمد أربع نقاط ألبو خاطر يلا يا مريم من عمان أنت قدها إن شاء الله يلا وقدود الوقت بدأ يا مريم محمد جبالي مثلث مثلث أسامة سلمان مثلث أسامة سلمان أسامة سلمان زائد الخضر نجمة لا تقولي مرتين قولي مرة واحدة نجمة الخضر سمير بشيري ماينس ماينس سامي يوسف دائرة سامي يوسف دي ألف مبروك يا مريم جبتي أربع أسماء صح معناته 200 ريال دخلتي السحب من أوسع بوابه ألف مبروك يا مريم ألف مبروك لأهل عمان اللي مميزين معنا في برنامج البوصلة ناخذ آية مرحبا يا آية ألو هلا يا آية السلام عليكم عليكم السلام كيف الحال الحمد لله آية تتكلمين من القصيم ولا من وين من القصيم يا هلا بأهل القصيم فزتي معنا من قبل إيه أجل لازم تفوزين مرة ثانية إن شاء الله هذه البوصلة قدامك اختاري
في كنز، في جمجمة. الشرق. الشرق. ايه نروح الشرق نشوف حظك في الشرق وش يقول. جمجمة؟ لا الحمد لله. سلم وثعبان يا آية. سؤالين، كيفك في الثقافة؟ زين. زين، يلا بسم الله. السؤال الأول يقول، ما اسم أنثى الأرنب؟ هاجة أم عكرشة؟ ايه أم دغفل؟ عكرشة. جواب الثاني عكرشة؟ ايه متأكدة؟ إن شاء الله. نثبت يعني؟ إن شاء الله. مو بدغفول صغير يدخل جحر ياكل؟ ها متأكدة؟ ايه نثبت؟ يلا يا آية ما شاء الله، يعني أنت واثقة من إجابتك لأنها فعلا صحيحة. يا آية ألف مبروك عليك، ضمنت السحب وضمنت نص المبلغ. الله مو بسهلة، الله مو بسهلة، مو بسهلة يا آية. طيب السؤال الثاني يا آية. هلا. ما هي المدينة التي تتمتع بشهرة عالمية في صناعة الساعات وبها منظمة العمل الدولية؟ هل هي جنيف أم بايرن ميونخ أم مكسيكو سيتي؟ معروفة دائما على الساعات مكتوبة يا آية، شوفينا مكتوبة، مستحيل مكسيكو سيتي، شوفها مكتوبة دائما. بس جواب الأول. ساعتي مو مكتوب، شكلها تقليد. طيب نثبت نثبت الأول. وين جنيف يا آية؟ ثبتوا ثبتوا. سويسرا. في سويسرا جنيف. سويسرا. طيب قدامك إجابتك صحيحة يا آية، ألف مبروك، 200 ريال وضمنت دخول السحب. يا هلا بأهل القصيم، ألف مبروك عليك يا آية، تستاهلين ما شاء الله. إجاباتك مضبوطة وواثقة من إجاباتك، تستاهلين كل خير يا آية. معانا أميرة من الأردن. أميرة. نعم. كيف حالك؟ الحمد لله بخير، كيفك أنت؟ تمام. شفتي الكنز هذا يا أميرة؟ شايفة؟ نعم. شايفة الكنز اللي على الشاشة؟ أي شايفة؟ الشاشة اللي في الملعب، الشاشة اللي في البيت أميرة. هذا الكنز هذا شفتي؟ أميرة. شوفي هذا في الشاشة. نعم. هذا شفتي الكنز هذا؟ نعم. بدي اياكي تاخذيه على الاردن، ماشي اتفقنا؟ ان شاء الله. هاي البوصله قدامك، واختاري جهتك اللي فيها الكنز لو سمحتي. ان شاء الله. شمال شرقي. شمال شرقي اللي واقف عليه البوصله؟ لا موجود، لا راح راح شمال شرقي يا اميره، في شمال وشمال غربي وجنوب وجنوب غربي وجنوب شرقي. شمال شرقي. ايه شمال شرقي والله راح يا أميرة. الجنوب الشرقي. الجنوب الشرقي. يلا أميرة مصممة على الشرق، إن شاء الله يا رب يكون فيه شيء حلو. لوحة مخفية يا أميرة. لوحة مخفية. دقيقة أميرة، أنت من وين؟ من الأردن؟ أي منطقة تكلمينها؟ مو معانا أميرة. من جلس. من جرش. اهلا وسهلا. طيب اميره اسمعينا من التلفزيون. اميره اسمعينا من الهاتف يا اميره، من التلفون. اسمعكم من الهاتف. بسم الله بدا الوقت. وش عباره عن ايش؟ حيوان سريع بحرف الرشيق ودائما يضرب فيه المثل يا كذا يقولون، بحرف الغين. غز. الغزال. غزال. غزال. ثبتوا ثبتوا. غزال. لحقتي يا أميرة بآخر لحظة، إجابتك صحيحة، 153 ريال ودخلتي السحب يا أميرة، ألف مبروك لك وحيا الله أهل الأردن. يا هلا ويا مسهلة فيكم. نذكر بالإس إم إس مفتوح 24 ساعة، على 24 ساعة بإمكانكم إرسال سيارة أو بوصلة أو كار. دقيقة يا رشا، سيارة أو بوصلة أو كار إلى الأرقام اللي في الشريط الأحمر. أهلا يا رشا. رشا.
ألو السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ خير. من السعودية ولا؟ إلا من السعودية. من وين من السعودية؟ من الباحة. أهلا وسهلا بأهل الباحة، يا هلا ومسهلا. جاهزة للبوصلة؟ أيوه. رشا انتبهي، فيها جمجمة وفيها كنز، خليك حذرة. هذه البوصلة قدامك في الشاشة. يلا يا رشا، عندك شمال. اختار الشمال. الشمال، نتوكل على الله. ايوه. بسم الله يا رب يكون كنز الرشا ويروح الباحة. الكنز يا رشا، الف مبروك. الكنز 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 للباحة. دليفري تيك اواي الى الباحة. الف مبروك عليك يا رشا، 300 ريال ودخولك للسحب. ما شاء الله حظك جدا حلو يا رشا، الف مبروك، الف الف مبروك. معانا عمان، نرجع لعمان. يلا نروح عمان. محمد. الو السلام عليكم. احمد. عليكم السلام. كيف حالك؟ تمام، مرحبا، شلونك انت؟ بخير الحمد لله. احمد جاهز البوصله؟ ايوه. يلا هذه البوصله قدامك. رشا اخذت الكنز، باقي جمجمه. عندك عندك خيارين ولا ثلاث خيارات؟ عندك جنوب، جنوب غرب، شمال غرب. يلا يا احمد اختار انت. انا بختار، بس اخاف تطلع جمجمة واتورط. لا عادي. اكيد اكيد. ما اعرف والله، انا اختار واحد من ثلاثة، ايش رايك؟ اختار اي واحد. تبغى جنوب ولا جنوب غرب ولا شمال غرب؟ على كيفك. انا اقول تختار الجنوب او الجنوب غرب. جنوب غرب. جنوب غرب. بسم الله توكل على الله يا احمد، يا رب ان شاء الله مو جمجمة. الحمد لله، اللوحه المخفيه شكل الجمجمة في الجنوب. ها الله ستر، الله ستر. لو مختار كذا طلعت الجمجمة كان خربت البرنامج. طيب لوحه مخفيه قدامك، 15 ثانيه. حيوان يوجد في الجليد يتحمل البراد، بحرف الباء، صغير كذا، مشيته رهيبه. بطريق. ثبت بطريق. ثبت. مبروك عليك يا احمد، اجابتك صحيحه. شوف البطريق اللي ورا ما له حل، والله اللي ورا ما له حل. اجابتك صحيحه، 228 ريال. مبروك يا احمد، دخولك السحب. اهل عمان متميزين، مو شيء غريب عليكم يا اهل عمان. ونرجع للسعوديه ونروح الهناء من السعوديه. هناء. نعم. حياك الله. رحيك. من جدة؟ ايوه. اهلا وسهلا باهل جدة، اول مشاركة لك؟ ايوه. وناوية تاخذين الجمجمة؟ لا. طيب عندك جهتين وفي واحدة منهم جمجمة، لو فلتتي من الجمجمة فأنت محظوظة يا هنا، وإن شاء الله راح تكوني محظوظة. قدامك البوصلة، أنا مالي دخل. عندك جنوب وعندك شمال غرب، الله يستر يا هنا. شمال غرب. يا ساتر. نروح؟ اوه شفرة، كويس يا هناء، الحين الشفرة تكون كويسة. يلا، عارفة طريقة الشفرة يا هناء؟ ايوه عارفة. بالسماعة امورك طيبة انت، بس عطيني الرموز. يلا بسم الله. محمد السلمان اربع نقاط، ايمن رمضان نجمة، ماينس الخضر يساوي عبد المجيد فوزان، دائرة القوزة، مثلث العرادة، مربع العوينات، دير يحيى حوا، موجب سامي يوسف. اوه الوقت طويل ما شاء الله. يلا يا هناء، جاهزة يا هناء؟ جاهزة. حمود الخضر. نجمة. يحيى حوا. زايد. فتاح عوينات. دائرة. هناء انت ليش كذا؟ ولا إجابة صح؟ هناء حاولي مرة ثانية، حاولي مرة ثانية وإن شاء الله حظك يبتسم إن شاء الله، وتكون مسابقة إن شاء الله سهلة، وتكون إن شاء الله كنز عشان ترتاحين وتفوزين معنا. حظ أوفر ونسافر ونبعد شوي، نروح أفريقيا، نروح للسودان، إيش رأيكم؟ أهل حبوبين وطيبين، نروح للسودان. والله معنا مشوار بس بنروح. تبيان. أيوة. كيف حالك يا تبيان؟ تمام والله الحمد لله. اهلا وسهلا بحبايبنا في السودان. اهلين.
طبعا جاكم كنز انتم من قبل اخوك صح؟ ايوه جاء الكنز. نبغى كنز ثاني يا تبيان في السودان يستاهلوا ان شاء الله، بس غير لي البوصله نجيب لك بوصله جديده بالغراطيس حقتها. يلا طلعوا لنا بوصله. هذه البوصله يا تبيان، واختاري لي كنز لو سمحتي، يعني لو سمحتي. يلا اختار شنو؟ بسم الله ما شاء الله. اختار شنو؟ يلا يا تبيان اختار لي. أنا أختار الشرق. الشرق يلا نروح الشرق. يا رب كنز، يلا يا رب يا رب كنز بنكهة سودانية. سلم وثعبان يا تبيان، برضو نجيب الإجابة وإن شاء الله جابتك صح. كيفك في الثقافة يا تبيان؟ ما شاء الله أهل السودان مثقفين وإن شاء الله أموركم طيبة. إن شاء الله والله إن شاء الله. يا تبيان سيبوي كلمة فارسية ماذا تعني؟ سيبوي هل تعني رائحة التفاح أم العالم أم العارف؟ ساعدنا ساعدنا. أنا شوفي رائحة الإجابة واضحة، شمي الإجابة وحتعرفي. رائحة التفاح. رائحة التفاح مش رائحة برتقال، متأكدة يعني؟ إن شاء الله. ثبت 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 وادعس وخلنا نشوف تبيان تصعد فوق ولا تنزل. ألف مبروك يا تبيان، رائحة التفاح الجميلة. إذن نبغى الإجابة الثانية يا تبيان برضو. طيب إن شاء الله. الهيثم اسم لابن طائر، فهو ابن مين؟ هل هو الأوز اسمه أو الصقر أم النسر؟ الهيثم يا تبيان ساعدنا. طيب انت تتوقعين الصقر؟ ان شاء الله. انا ما اتوقع ما مش الصقر. بسرعه بسرعه غير اجابه بسرعه بسرعه، الوقت بينتهي. نسر 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 نسر. ثبت ثبت نسر ثبت. يا تبيان انت في اخر ثانيه قلت النسر، ومشكله لو طلعت غلط. يا ربي إجابتك صحيحة يا تبيان، ألف مبروك عليك المبلغ كامل 200 200 ريال ودخلك للسحب. حي الله للسودان حبايبنا وأهلنا هناك، ألف مبروك عليك يا تبيان، ضمنتي الإجابة كاملة، تستاهلين كل خير. معانا مين؟ لميس؟ أي ألف سلام عليكم. كيف حالك يا لميس؟ الحمد لله طيبة، كيفك أنت؟ أنا بخير. تكلمينا من وين؟ جدة ولا؟ من مكة. أهلا وسهلا بأهل مكة. شاركتي معنا؟ شاركتي معنا من؟ لا أنا صغيرة ما قد شاركت أول مرة. كم عمرك؟ كلنا كلنا أنا وأنا وبنات خالاتي نبي نشارك. كلكم؟ إيه كلنا. طيب الحين ناخذك أنت يا لميس وبنجرب بنشوف يعني كيف أنت أدائك وكذا، وبعدين خلي البنات الباقيين يحاولون مره ثانيه يتصلوا. عطوا سكري السماعة واتصلي. اي طيب بس ساعدني. بساعدك انا، بس انت ساعديني تختارين جمجمه. اخترتي جمجمه كلنا بنطلع برا انا وياك. طيب البوصله قدامك يا لميس. طيب يلا 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 يا لميس، بعد على الجمجمه ان شاء الله امورك طيبه. الجنوب. الجنوب يا لميس، وخلينا نشوف الجنوب. يا رب مو جمجمه. الكنز يا لميس، ألف مبروك عليك الكنز. ما شاء الله حظك حظك جدا جدا حلو يا لميس، أنت أول مشاركة لك وعلى طول الكنز. إن شاء الله ما تجيك عين من البنات خلاتك اللي عندك، خليهم يحاولون مرة ثانية وإن شاء الله يكون حظهم حلو. خلونا نروح العمان من مكة العمان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. معانا مين من عمان؟ مهجة. ايه نعم. نعم كيفك يا مهجة؟ بخير الحمد لله. انت كم مرة فزتي معانا؟ مرة واحدة بس. بس مرة واحدة؟ شوي مرة واحدة صح؟ عشان كذا بوصلة قدامك وان شاء الله المرة الثانية قدامك. يلا يا مهجة بدون كنز اختاري الجهة. شمال شرقي. شمال شرقي نشوف. شمال شرق
توكلنا على الله. سلم وثعبان يا مهجة. السؤال الأول يقول: ما هو أكبر خليج في العالم؟ خليج المكسيك أم الخليج العربي أم خليج عدن؟ واحد. إيه؟ خليج المكسيك؟ نعم. أكيد؟ أيوه. مش خليج عدن ها؟ ثبت. نثبت المهجة خليج المكسيك ونشوف. ثبت. شوف اللوحة. طيب الخليج العربي كبير يا مهجة. الخليج العربي كبير. طول مجلس التعاون. إجابتك صحيحة يا مهجة. وخليج المكسيك ألف مبروك عليك، ضمنت السحب ونص العلامة الكاملة. يلا يا مهجة، سؤال جدا سهل وأنتم البنات أكيد إن شاء الله أنكم تعرفونه. من هي ذات النطاقين؟ هل هي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه؟ ما شاء الله عليك. أم أسماء بنت أبي بكر أم أم أيمن؟ نثبت أسماء. مهجة ثبت. هذه خلاص توكلنا على الله. ثبتنا وإن شاء الله فوق. إن شاء الله دائما فوق يا مهجة. وإجابتك صحيحة و200 ريال ودخلت السحب يا مهجة. ألف مبروك عليك. هذا أنت فزتي المرة الثانية يا مهجة. ألف مبروك عليك، تستاهلين كل خير يا مهجة. نذكر بأنه أرقام التواصل موجودة قدامكم في الشاشة، راح نذكركم فيها بعد ما ناخذ صالح. صالح من السعودية. صالح. ألو. هلا بك يا صالح. ألو. نحن نسمعك يا صالح، أنت على الهواء مباشرة. تاكسي؟ تبغى تاكسي؟ صالح. ها؟ معانا أنت؟ البوصلة. تبغى البوصلة؟ اي. النمرة غلط يا صالح. لا امزح معك. هذه البوصلة قدامك لا تسكر. ايوه هذه البوصلة قدامك. يلا يا صلوح اختر على راحتك. شمال شرق. نروح شمال شرق. يلا يا صالح. يا رب مش جمجمة. لا تقولوا لي جمجمة. اللوحة المخفية. حلو اللوحة المخفية يا صالح، نبغاك تعرف الصورة بأسرع وقت على طول بالسماعة. عطني إياها. هو طائر كذا، عيونه طالع فيك كذا، ما شلون في الليل كذا تلقاه يطالع فيك وما أدري. بحرف الباء والواو. باء واو. بو. سوي لك كذا. بومة. ثبت. مبروك. الله يا صالح. الله عليك. 165 ريال دخلت السحب يا صلوح. ألف مبروك عليك، تستاهل يا صالح. والاتصالات متواصلة معانا. من المتصل اللي معنا؟ أخرناه شوي. خلونا بس بنذكر بعد إذنك بالأرقام. من داخل السعودية 7-3-0-1-0-8-1. من جميع أنحاء العالم 0-0-8-2-1-6-9-0-0-8-9-6. هذا الرقم اللي من خارج أنحاء أو خارج السعودية يتصل على الرقم هذا على طول يوصل إن شاء الله البرنامج البوصلة، مثل ما وصل لصالح ومثل ما فاز معنا تو صالح. إن شاء الله تكون إجاباتكم كلها صحيحة واختياراتكم بعيدة عن الجمجمة، تكونون إن شاء الله أنتم في السليم. معنا وقت ناخذ اتصالات. في وقت ها؟ ناخذ ريم من السعودية. يمدي؟ ألو. أهلا يا ريم. إيوه. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. الرياض ولا القصيم؟ الباحة. الباحة. هلا والله بأهل الباحة. جاهزة يا ريم؟ إيوه. شاركتي من قبل؟ لا ولا مرة؟ بس أختي شاركت. وفازت أختك؟ إيوه خسرت في الكنز. في الكنز؟ إيوه. ما شاء الله، هذه البوصلة قدامك بس للأسف ما فيها كنز، بس إن شاء الله تفوزين زي ما فازت أختك بإذن الله. طيب كم باقي على وقت البرنامج الكنترول؟ 7 دقائق. الغرب. وقت بدل الضايع، أعطونا 10 دقائق. يلا يا ريم. الغرب. نروح الغرب. ابعدوا الجمجمة عن ريم لو سمحتوا. ابعدوا الجمجمة.
الحمد لله. ريم لوحة مخفية يا ريم. طيب يلا بسم الله. هو هو حيوان؟ ايوه. دائما يعتمدون عليه في الحليب وكذا وبحرف الجسم. حرف ايش؟ البقرة. إجابتك صحيحة يا ريم، 180 ريال. ألف ألف مبروك عليك يا ريم، إجابتك صحيحة، الحمد لله لحقتي أختك وفزتي عشان ما تزعلين مننا. مين معنا؟ بلال من عمان. بلال حياك الله يا بطل. بلال حبيبي انت معانا على الهواء. ايوه. هذه البوصله قدامك، اختر جهتك يا بلال، عندك شمال وجنوب شرق وجنوب غرب. انا اسمي دلال. انا اسمي دلال. دلال كنترول، ركزوا دلال، نعدل لك الاسم يا دلال، وإن شاء الله إنك فايزة معانا بأحلى هدية إن شاء الله. بس أهم شيء تبين على الجمجمة، لأن الجمجمة موجودة ومزروعة بين الجهات. ابعدي عنها يا دلال. شمال جنوب شرق جنوب غرب. الوقت 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 quickly. انتهى الوقت يا دلال، لازم تختاري. شمال. شمال، نروح شمال يا دلال، وان شاء الله مو جمجمة بس. شفرة يا دلال، بأسرع شيء في العالم لأن الوقت بينتهي. الصور قدامك والرموز. سما الصافي دائرة، ديل الكندري، نجمة يحيى حوى، موجب العوينات، ماينس الأيمن رمضان، أربع نقاط الخضر، مربع البخاطر، يساوي محمد سلمان، مثلث الأمين حميم. انتهى الوقت يا دلال، قدامك الصور، جاهزة؟ أمين حميم. أيوة. أمين حميم. مثلث. الكندري. مثلث. الكندري. ناقص. يحيى حوا. آسفين يا دلال، نعتذر منك، حاولي مرة ثانية. في زائر الاستوديو هنا الظاهر كان قاعد يشوف أخوي، أخوي فيصل قاعد ورا. تعال تعال تفضل، تعال فيصل، حياك الله، حياك الله معنا في البوصلة. أنت شاركت من قبل البوصلة صح؟ كنت في الدمام ودقيت وفزت. يلا حيا تعال تعال جنبي، أعرفكم على أخوي فيصل. في شبه ولا في شبه؟ تعال فيصل، خلنا ناخذ اتصال فيصل. أوكي، من معنا؟ ابراهيم من الجوف. قرب فيصل عشان تطلع في التلفزيون، سوي كذا عشان تشوفونك. مين معنا؟ ابراهيم. ابراهيم حياك الله يا ابراهيم، شو الاخبار؟ حياك. طيب كم عمرك؟ 12. انت كم عمرك؟ 11. اكبر منك. طيب اختار جهه يا قرب فيصل. باقي جهتين، باقي جنوب شرق وجنوب غرب يا ابراهيم. راح جمجمة ما يا فيصل والله. جنوب غرب. جنوب غرب؟ ايه. يلا جنوب غرب ونشوف يا ابراهيم. قهر قهر. جنوب غرب. لا جمجمة. دينجر فيري دينجر والله. قهر قهر. ايش رايك فيصل بالجمجمة؟ ها تقهر؟ ها معانا اخر اتصال. رحب. شكريا. الو الو. شكريا. شكريا. الو. كيف حالك؟ الحمد لله. من وين تكلمي؟ من السعوديه؟ من مكه. اهلا وسهلا اهل مكه، انت اخر اتصال، نبغاك تفوزين معنا ان شاء الله. لو سمحتي البوصله قدامك واختاري لنا شيء مرتب. ها باقي جهه واحده. طيب. بوصلة جديدة يعني؟ ما في بوصلة جديدة يا جماعة؟
أنا فيها هذا اللي بالي الجنوب الشرقي. يلا نروح جنوب شرقي إن شاء الله نقدها يا شكرية وتجيبيها. فيصل روح جيب الجملة. الشفرة يا شكرية. طيب. عارفة طريقتها وإن شاء الله سريعة. إن شاء الله. يلا. بسم الله يا شكرية. سامي يوسف دائرة. دس عبد الغني دي. طيب. مثلث أيمن رمضان. طيب. ماينس العوينات يساوي محمد سلمان. مربع بخاطر أربع نقاط البراتب نجمة للسعيد وموجب يحيى حوا. جاهزة يا شكرية؟ أيوة جاهزة. طيب بدأ الوقت. عبد العزيز الغني دي عوينات ماينس ماينس أيمن رمضان مثلث مثلث يحيى حوا نجمة نجمة أبو خاطر أبو خاطر مربع ألف مبروك يا شكرية وفزتي معانا مش بالجمجمة فزتي معانا بالمسابقة وأخذتي مبلغ 150. كم أخذت يا كنترول؟ شلون باقي؟ كم أخذت اللي تو؟ 150 ريال. دخلتي السحب يا شكرية ألف مبروك. انتهى الوقت ولا لسه؟ مرة اتصال شيء يمين يسار فيصل انتهى الوقت. اي والله ما في وقت بدل ضايع خلاص. طيب يا جماعة اول شيء نشكر الكنترول اللي كان معنا طوال الحلقة والمصورين والمخرج العزيز على قلوبنا. نقول لكم اللي فازوا الف مبروك واللي ما فاز حظ اوفر وان شاء الله الفرصة متاحة لكم يوميا الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة على فور شباب 1 وفور شباب 2 وإن شاء الله بإذن الله بتواصلين معكم يوميا والبوصلة متواصل معكم. وخلوكم قريبين من فور شباب لأن مسلسل كتالوج بعد برنامجنا مباشرة وأيضا مذكرات سائح وخواطر على فور شباب 1. وخلوكم قريبين وإن شاء الله بإذن الله موفقين وألقاكم إن شاء الله غدا الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة وإلى اللقاء. حيث المدى تاها رسمت متاهات الرمز معناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشفرة والفكر مغزاها أوجب لها حلا واكشف خباياها تحظى بجائزة ها قد رصدناها لغة مشفرة والفكر مغزاها لغة مشابهة.